ليش يفتح مطعم؟ من يعرف؟ والله قاعد أشوف العالم اللي رايحين واللي جاي. كورونا الحمد لله حافظ الله طال عمرك، الله الحافظ. بابا ما تدري هني ما يصير بفتح باب؟ سكر؟ ما ليش؟ اوكي سكر ان شاء الله حاضر، انا ما اعرف ابوي. نوفر علي شو علي نيجي نوفرتين هيني خلي مو مشكلة علي شو كله يطلع برا بس خمسة نفر داخل بس أوكي خلاص عشان you must to take أوكي نوفر بنا علي نوعيد اثنين نفراتي مو مشكلة خليه هيني أوكي خلي برا خلي لا مو مشكلة ما في شغل بابا سيارة ما في شغل بس مدرسة ما هي تماش مدرسة ما عليهن اثنين شهر ما يأتي ماش. شنو سفر إني؟ سفر يقول. ساعة كم سكر؟ ساعة أربعة. ساعة أربعة سكر؟ أيوة. أنت ساعة كم سكر؟ ساعة أربعة. ساعة أربعة سكر. ما كل سفره؟ هي كل سفره. الناس واقفين برا عند المطعم. ما أقدر أنا أقول ما يسمع كلام والله. خمسين مرة أقول إطلع برا لا خلي ما يسمع شنو سوي صح أنا أعرف بس صح كلام مزبوط